أن عزيزي المشاهد عزيزتي المشاهدة نحن أمام يعني القبو الذي توجد فيه عدة يعني أشياء لهذه الجمعية، وهذا القبو هو متواضع، هذا المستودع متواضع، وأمام الآن رئيس الجمعية من الأعضاء اللي رايحين الآن نقوموا بتعقيم بعض الأحياء لبلدية سيدي بلعطر. وإليكم الكلمة للأعضاء وعلى رأسهم السيد ولد الكحل. شكرا. الآن أنا متواجدين أمام مستودع جمعية كيف اليتيم، واللي هذا المستودع هو هيبة من أحد المحسنين بلدية سيدي بلعطر اللي جعل هذا المخزن بتاعه تحت التصرف الجمعية، اللي فيه ضم كل الأغراض وكل مستلزمات الأنشطة وكل هيبات التضامنية اللي توصلنا توضع في هذا المخزن. بالإضافة إلى ذلك في إطار مجابهة الجائحة المرضية، أعضاء جمعية كيف اليتيم بالمرصاد مثلهم مثل باقي الجمعيات من أجل مجابهة هذه الجائحة، حيث توجد ورشة لخياطة الألبسة الواقية والكمامات، بالإضافة إلى عملية التعقيم المتواصلة والمتتالية والمنتظمة، أي بصفة منتظمة كل أسبوع كل 15 يوم إلا ونقوم بحملة تعقيم. واليوم رانا متواجدين هنايا أمام المخزن من أجل تقسيم القفة الشهرية، القفة خاصة بشهر سبتمبر، بالإضافة إلى تقسيم الحفاضات على المرضى وكذا المستلزمات الطبية مثل هذا السرير اللي راح يستفاد منه أحد المرضى. مؤخرا وقع له حادث مرور وطارح فراش ويحتاج هو في أمس الحاجة إلى هذا السرير. ومن هذا المنبر نوجه نداء الى الناس البر والناس الاحسان، لانه الناس طلباتها كثيره على اجهزه التنفس، لانه كاين مرضى بزاف كبار في السن عندهم مشكل في التنفس، ويستلزم عليهم ويفرض عليهم باش يخرجوا من المستشفى لازم حتى يكون عنده جهاز تنفس. نطلب من ذوي البر والاحسان اللي عنده جهاز او كان عنده واحد تاع مرض وتوفى ولا مازال باقي عنده او يقدر يشري لنا جهاز تنفس، ربي يجازيه وربي يخلصه ان شاء الله، حتى لانه طلبات كثيره وكل يوم توصلنا مكالمات هاتفيه مرضى محتاجين الى جهاز تنفس. من فضلكم لبوا الدعوه وشاركوا من اجل انقاذها. سيدي رئيس الجمعيه تنجم تقدر تعطينا رقم الهاتف تاع الجمعيه؟ رقم الهاتف راهو باين، رقم الهاتف هو 06 62 28 10 38. اعيد 06 62 28 10 38، هذا رقم الجمعية. المكالمات توصلنا يوميا ونستقبلهم في الحين، والخط مفتوح 24 ساعة على 24 ساعة فيما يخص الناس اللي باغي يتبادل واللي باغي يتساهم، وفيما يخص الناس اللي راهي مغبونة وتحتاج خاصة لسكان بلدية سيدي بلعطار. وبارك الله فيكم، ويلا نقوم الآن بعملية توزيع القفة الشهرية. رايح نرتاح الآن وإياكم إلى الدوام. مرحبا. كما لهذه الجمعية كافي اليتيم لديها عدة نشاطات وعدة مبادرات، كما أنشأت فريق لكرة القدم من الأشبال اللي هو أحد الأعمدة الفريق اللي أمام الآن، وين شاركوا في دورة وطنية لكافي اليتيم. وهذه الجمعية بفضل هذا البراعم اللي هو عضو يمثل هذا الفريق فريق الأشبال حصلوا على نقدر نقول على المرتبة الرابعة أو الثالثة بالنصف النهائي. هذا الشاب اللي شارك انذاك في 2019. هذه الجمعيه نقدر نقولوا يعني لديها عده نشاطات على مستوى الخيري والرياضي. اليكم يعني الرمز كاس الوطني سيدي بلدي بلعطر 2019. يعني الفعال في هذا الفريق